مسافة الألف ميل بتبلش بخطوة، والحلم الكبير بيبلش بفكرة، ولما تتشابك الأيادي عأرض قطر الحلم بيصير حقيقة، بيصير وطن صغير بيساع الكل، بيصير عائلة كبيرة اسمها المدرسة اللبنانية. كلنا كبار وصغار ولد هالعائلة عايشين فيها وعايشة فينا، حاملينا بقلوبنا وحاملتنا بقلبها، منحبها وبتحبنا، منعطيها وبتعطينا، نهتم فيها وبتهتم فينا، منضحي كرمالها وبتضحي كرمالنا. الانتماء لهالعيلة سهل كتير وممكن بأي وقت، بس الانسحاب منها مستحيل، ورغم انه كلنا رايحين وهي الباقي، حدا بيقدر يقلي كيف فينا نبعد عن هالعيلة نتركها؟ أنا ما فيي اتخلى عن شي، لأن ما فيي انسى ضحكة الكل بأول يوم مدرسة وحزنه بآخر يوم، ما فيي انسى دموع الأطفال الجديد أو فرحة طفل عم بيقدم هدية لأمه بعيدة، أو رسم التلميذ معلقة على الحيط، ما فيي انسى حركة الطلاب بالممرات وعملهم بصفوف وصواتهم بالملاعب، ما فيي انسى شنطهم كتبهم دفاترن، ما في انسى الاحتفالات بكل مناسبة ورش العمل الامتحانات، ما في انسى جهود المعلمين وبسماتن رغم التعب، تضحيات الإداريين وسهرن، ما في انسى باص المدرسة، العلم اللي عم بيرفرف بالعالي، وما في انسى شجرة الزيتون عم ادخل مكتبة، ما في انسى شي. وإذا شي يوم اضطريت فل أكيد روحي وعقلي بيبقوا هون تيكملوا المشوار. هالمدرسة اللي صار عمرها 43 سنة واللي بتجمعنا على العلم والعطاء المحبة والسلام، تستاهل يوقفوا طلاب اليوم يتباهوا فيها ويغنوا لها. نورما ديماسي، 3/8/2018. Thank you.
مرة تانية أخيرة. يلا آخر مرة. ما طلعش بالكاميرا كده مش موجودين. أنا هكملها عندك. Let's go.